أخبار اليوم. الصحراء الشرقية حوالي 70 كيلو من المدينة. ده السد الأثري المكتشف حديثا في 2014. السد الأثري؟ يعود للعصر اليوناني والروماني. من أكثر من 2000 سنة. هو قالوا انه اكتشف في حاجه 80 هو في لبنان في موسم امطار كبير بس عندهم عشان كده الشو بتنزل بس احنا هنا لما كان بتنزل الامطار اخر مره نزل 95 السيل هنوري حضرتك تحت في الجزء ده هنشوف ازاي التاثيرات بتاع المطر هل هو هو مش امن يعني من بص حضرتك يا فندم شايف الكتيره الروزه اللي هي الجزء ده دايما الطين ده الطين ده بيتكون نتيجه ان الكهف جوه بيتكون ده حاجات فرايبل قوي خالص ودي بتحصل ليها تكسير يعني ده عباره عن سلط وطين السلط والطين ده جاي هي ديت عباره عن كانت حفره كل الرواسب بتاكل المديان من فوق وتبدا تعمل لي لاين ولاين ده بدا ينزل مش هياخد ده الكهف اصلا تحت لسه كمان احمد ارجع بقى ارجع ورا عماد ارجع ورا عماد حضرتك شكله من جوه ده مدخل مدخل الكهف لا ما هو ده المدخل حضرتك انت تنزل ازاي لا انت هتجيب انا كده وده وهو ماشي